بعد الأشهر العجاف التي مر بها نهر دجلة وبعد حرب المياه التي كانت على وشك أن تندلع، وهب الله العراق أمطارا وسيولا رفعت من مناسيب مياه الأنهر، حتى أن بعض الخزانات والسدود العراقية لم تستوعب كمياتها لتكون بابا من أبواب الرحمة الإلهية على العراقي والعراقيين. هذه هبة هي نعتبرها، أنه هذا العطاء وهذه النعمة يعني بالمياه، مياه الأمطار. نعم، احنا كنا بحاجة الى المياه خاصة في فصل الصيف. تعرف اكو دول قريبة على العراق بدأت تحاول تسد السدود حتى العراق ممكن انه يحتاج الها او يخضع لبعض الامور السياسية طبعا، لكن اليوم الله سبحانه وتعالى منع العراقيين بهذه المياه الوفيرة والكثيرة. سدود امتلأت وخزانات فاضت لتجبر القائمين عليها بفتح أبوابها لتصريف المياه تجنبا لخطر انهيارها. تصريف مياه دجلة إلى شط العرب ومن ثم إلى بحر الخليج دون الاستفادة منه بصورة تامة بسبب قلة السدود والخزانات المقامة على النهر، فلعل هذه الظاهرة الطبيعية لن تتكرر إلا بعد سنوات. فلو كان هنالك تخطيط جيد من قبل الجهات الحكومية لخزنت كميات مياه تكفي العراق لسنوات عديدة. يعني احنا يمكن السنوات القادمة راح نمر باحتمال يعني ماكو تساقط امطار، يعني يصير عندنا جفاف، هاي نقدر نستغلها. لكن عجز الحكومة وعدم تخطيطها وخصوصا وزارة الموارد المائية، هذا المياه هسه اللي قاعد يصوب، والبارحة شالوا جسر القريعات بسبب انه كثرة المياه، راح بشط العرب يعني ينزل من نهر دجلة الى الفرات وينزل بشط العرب ويروح الى بحر الخليج، هذا كله راح يسرب، العراق ما راح يستفاد منه، بالعكس الضرر من المياه ازيد، القرى والارياف كلها تضررت. البعض يرى في ظاهرها نقمة الى انها نعمة انعم الله بها على العراق لتفيه الحاجة لمن اراد التحكم بمقدراته المائية، الا ان اهمال الجهات المعنية وتقاعسها في اقامة السدود والخزانات يقلل من الانتفاع من هذه المياه الوفيرة. من بغداد محمد فراس، التغيير.